في الثمانينات كنت في زيارة في بريطانيا، واكتشفت أن هناك الفن البطني بدع. هو حقة الحال ليس فن، لكن كان ما قبل التاريخ كان معروف، هذا يسميه المقماق، يعني الإنسان الذي يستطيع أن يتكلم بالبطن وليس بالفم والشفتين، يسميه المقماق، وبالفرنسية يقولوا لا فونتريلوكي، ان فونتريلوك. وهذا الفن أصبح في الساحة محبوب بالنقد الاجتماعي بالأخص نتاعو، في الجانب النقدي الاجتماعي البناء، وكذلك للأطفال أصبح تربوي. لماذا؟ لأنه الطفل الصغير يسمع لعروس تتكلم ويستنبط منها التوجيه التربوي من عروس أحسن وأكثر من أستاذ بسيط عادي.